أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير ويا أهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامجنا. واليوم راح نتكلم عن الإعلام الملون، إعلام الأندية، الإعلام اللي يهم مصلحة ناديه على مصلحة الوطن. ويا ليل خبرني عن أمر المعاناة. ناحي منتخبنا للعب جاهزوك كأس الذهب ردية، أنا قلبها أنا ردية. يا بحش تسوي لك برنامج رياضي تحطه في خيمة؟ هو صادق صراحة، صادي باقي تجيب جمل من هنا وجمل من هنا، كأننا مضارب البادية، كأننا كده مضارب البادية. على الشحم وتلايط لين جي دورك، فهمت ولا لا؟ الله يسلمك. هي هاي يا منصور، وش قلت على الإعلام الملون؟ انتو نظرات اللي كنك في سيدي زماني تاخذ صورة 4:6. يا أخي أنا أقول إذا اتحادنا بكبرى ملون، كيف تطلب من الإعلام أنه يكون حيادي؟ يا رجال تعود بالبيس، الاتحاد كله ملون. نعم ملون يا حبيبي، في قرارات ما بعد اصدرت، وتحصل بعض رؤساء الأندية يغردون في تويتر ويقولون لهم النتائج حقت القرارات، وفي قرارات سرية ما حد يدري عنها، وتحصل طار منك بعض رؤساء الأندية عندهم نسخة منها. في هذه صدقت انت شنبك ذا اللي كنا خطنا من، لكن ما يذبح لي لو كل ما سألنا واحد قال والله جبتها من مصادري الخاصة. الله أكبر يا جرندايزر. يا أخي فريق النصر شال 2 من رؤساء اللجان مرة واحدة، ويوم النصر قوي يا سادة منصور، ورا ما قبل احتجاجة. ما دون اليدين إلى الرقبة، ما أدري الرقبة إلا اليدين، هذا المين تعرفينه هذه؟ وأفهم يا فهيم، شو مين اللي قاعد ينافسهم على المركز الرابع؟ لكن لو كان حبيبنا كان ما قصروا. هم أصلاً ليش قبلوا الاحتجاج؟ وبعد 10 أيام يقولوا الاحتجاج مرفوض، لأنه الاحتجاج قدم بعد الوقت المسموح ب4 ساعات. السؤال ليه ما قبلوه شكلاً ورفضوه مضموناً على طول؟ لأنهم يحترون نتيجة مباراة هجر. النصر في المباراة لو تعادل أو انهزم كان قبل احتجاجه، رغم أن في هدف الهجر ما قبلوه لغاه الحكم. أصلاً لو تسكت ها وعلى الشحم ها وتغير جاكيتك ذاك اللي تلبس المخطط ذاك اللي لا توقف الكوبري يحسبونك ممر مشاع. الله يسلمك. تسلم. أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. الله انطل الجناح الأيمن خله يرفع. ارتفعت المستويات قطعت التحدي قاتل. الله يلا يا شباب. ايوه كويس قطعت اروح. لا يا أخي لا تزلق عليه. يلا فاول عليه. الله يستر الله يستر يستر. ارجع يا شباب ارجعوا. هذا اللي أنا خايف من. شف أنا لوني مكان ذا المدرب ذا المخيس ذا كان حطيت طالع من الخطة 4-4-2 كذا الواحد يقدر يلعبه مطمئن. الحين العراق 1-1. لا داقين علي. ولكن أنا أبستعد لهم وبضبط أمري، شفت؟ وبمشي إن دقوا علي. لنا قريب لما يعني باقي لي 50 كيلو على الدم، بص الدم وادخل البحرين هي مشكلة. لا منتخب العراق وشايفين الفرحه لحكيم شاكر المدرب المنتخب العراقي. ماشي. نعود لكم اعزائي المشاهدين بعد ما اكتشفنا ان الاتحاد بكبره ملون، لا زال موضوع حلقتنا على الوان والبعد، كل البعد على المصلحه العامه. الحقيقه حنا ما نتهم احد ولا نشكك في وطنيه احد، ولكن يجب علينا ان نوضح تفاعل الاعلام الملون ها في بعض القضايا ونطورها حتى لو كانت ضد المصلحة العامة. ومن قال لك ان اعلامنا ملون؟ اذا انا قلت ليش يضمون ياسر للمنتخب صار اعلامنا ملون، انا اللي اقصده في كلامي اني ابحث عن مصلحة المنتخب، هذا اللي هو اقصده. مصلحة المنتخب ها؟ لانك مقهور من ياسر، ولانك مقهور بعد انهم ما اخذوا احد من فريقك، وبعدين طال عمرك تحارب ياسر في وقت المفروض نكون كلنا مع المنتخب بغض النظر عن الأندية. والله يا جماعة اللي سمعته من الهريفي وياسر ها والله شيء يضيق الصدر.
قبل انطلاق الدور انا سامع الكلام هذا شايفه بعيني وبعداني ذي ها يا اخي ما له داعي انت اللي رايبي كابتن ولا عم انت ما شاء الله عليك واعي ومثقف المفروض شد من اجل اخوياك ها وانت ياسر ما ترد عليه المفروض ياسر ما يرد عليه يرد عليه في الملعب طلبك هدف انت والاخر تلو الاخر تلو الاخر ها وين ضربات اخليك شر يشوفوا بعينه الاهداف صح ولا لا؟ طيب الكابتن ياسر ليش يرد على الكابتن فهد ويقول ليش تقيم ريكارد؟ ما يدري الكابتن ياسر ان الكابتن فهد طمر الكوره للمدرب ريكارد؟ انا كلامي صحيح هذا ولا لا؟ يا حبيبي التطمير اللي تقول عنها هذه طال عمرك شات فاول وريكارد كان واقف في الحيطه وبعدين ترك ممتحن تونا ذي التطميره والله العظيم صارت اشهر من طمره فيليكس. المشكله اللاعب اعلن اعتزاله يعني معتزل الا لازم يدق عليه ويجيب ما يشوفوا شباب حلوين الاتحاد مثلا فيه له شباب زي الورد زي البفتة. نعم صدقت مثل الكابتن حسين عبد الغني لاعب نادي النصر. يا منصور يتكلم عن لاعبين شباب وليس يتكلم عن اولياء امور لاعبين شباب افهم يا اخو وش نقزنا عبد الغني ها عمره في عمر جدي الله يرحمه وش نقز وجابه في السالفه بعدين ترى كل العالم عندهم ميول كل العالم عندهم ميول هذا من حقهم في ميوله ما في شيء ولكن لما يلعب المنتخب ها كل الالوان تنطمس ما يبقى الا الله سبحانه وتعالى ثم اللون الاخضر لون الوطن فهمتوا ولا لا؟ اما كل واحد ينزل من اللاعبين اللي من الاتفاق واللي من الاتحاد واللي من الاهلي واللي من الهلال واللي من النصر ها وكل واحد يلعب لميول ناديه هذا كلام فاضي ابد. علموني يوم ياسر طلع واعطاهم الشاره حقه الكابتنيه اللي قاموا يرمونها علي الحرام لو ما خلف من مطلق عندي هاك الليل لا اروح العب واخذها انا هذا ما كفو كل واحد يرمي شاره منتخب وقائد منتخب. يا أخي لا تلوم اللعيبة اللعيبة أعصابها مفقودة ورافع ضغطهم جداً الكابتن ياسر لأنه فرض عليهم الكابتن ياسر من عام 2009 ما سجل أهداف يا من الحالات ترى أنت فاهم غلط يعني لازم الكابتن يسجل هدف ولا خلاص أنت الموضوع يا أخي الكابتن لازم ها يكون هو اللي ماسك الفريق اللي فاهم الفريق يناقش المدرب يناقش الحكم يناقش الإدارة يتفهم اللاعبين يهديهم ينورهم هذا الصح صح ولا لا أنت يا شخص يا رجال البلاء في إدارة المنتخب إدارة المنتخب ما هيئت اللعيبة نفسيا وبعدين الإدارة بعد ما حطت الكابتنية أحد بعد ياسر وصارت الدعوة فوضى يا جماعة لا تكبر موضوع الشارة هي كانت الكورة في الملعب وصاحب يقعد يلبس الشارة حلالا والله على من قرصبك الربع الخالي يا رجال اللعب كان واقف الملعب واقفين العالم كذا ناظرون أنا لو أشوف الحركة دي في عهد الأمير فيصل بن فهد الله يرحمه ما هتعدي بسلام لكن صدق المثل اللي قال من أمن العقوبة أساء الأدب أنا صراحة ضد كلامكم هذا كله أنا أقول يعني ليش ما تكون إشارة الكابتنية لأحد لعيبة النصر وليه ما تكون لاعب اتحادي وليه ما تكون أهلاوي يا حبايب أنا بأختصر لكم الموضوع هذا من أول الكابتنية لا هلالية يا ويلي ولا الطيور طارت ورزاقة وانتم ما عندكم الا فلان اخذ الكابتنية وفلان نزل الكابتنية يا الرابع اترككم من سوالف الحريم ها ترى هذه سوالف من سوالف زي اللي تقول فلان والله اعطتني رشرشة وفلان اخذت الرشرشة عيب انتم رجال بشناب وعندكم عيال نصهم بالجامعة نصهم بتعديل على حسب الدولة فتدفع ريال واحد انتم يا الرب والله ما يفلح منتخب ها وانتم نقادة انتم ما انتم بنقاد انتم اترككم من سفاسف الامور ها ارفعوا قامتكم هذا منتخبكم أعزائي المشاهدين واصل علي الحرام نرجع لواصل لا 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 العراق جاب طيب سكر لا يتصلون الديوان ونشغل الخط يلا مع السلامة يا معلم بسرعة ورانا خط الدمام والأسعار خفض لنا فيه عشان أجيبك حلاوة بحرينية من البحرين إن شاء الله كفر. يلا ورانا خط ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين تارة أخرى والحقيقة أنا عندي سؤال مهم جدا ليه الأندية المشاركة في المسابقات الدولية ها يأخذون لاعبينهم قبل المباراة بعشر أيام ويوقفون الدوري والمعترف فيه دوليا أنه قبل المباراة بثلاث أيام إذا كان في نفس القارة وإذا كان في قارة أخرى خمس أيام ما هو السبب؟ هذا يقودنا لشيء مهم جدا أن الكرة السعودية في ظل هذا التخبط لم ولن تحقق أيضا أي إنجاز من عدة أعوام لذلك لازم يستقيل جميع أعضاء الاتحاد السعودي للكرة أنا أسألك قبل مباراة المنتخب ف
فهمت ولا لا؟ ليه 10 أيام؟ ها؟ ليه 10 أيام بعدين يرجعون يضغطون المنتخب ويحوشونه؟ مع العلم أن أحمد عيد وربعه اجتمعوا ها وسووا جدول الموضوع لكن ما شفنا شيء. بح. هو القرار صدر الآن. آه. ولكن السؤال اللي يطرح نفسه. إيه. أنا أقول إن فات الأوان الآن. لأن أغلب الفرق المشاركة خارجياً. راح تقريباً ما يقارب نصف المباريات عنده. فأنا أقول. هل. السنة القادمة سينفذ القرار أم لا؟ في تصوري الشخصي بأن جميع القرارات ستنصب من صالح فريق الهلال. علي الحرام، علي الحرام من في راسك فتقن، أنت في راسك فتق ما تدفن السعودي وجهه. يا أخوي الأندية كلها مشاركة الاتفاق ولا علي ولا كل الأندية، وش فيك أنت؟ وش فيك أنت؟ يعني ما يكفي إنهم يأجلوا الدوري إذا لعب المنتخب، كمان تبغاهم يأجلوا مباراة الأندية السعودية المشاركة في البطولات الخارجية؟ كمان والله انا من شفت وجهك ذا اللي كنا صعنفول وانا قايش نجي لك خير ان شاء الله. لو ياجلوه كمان حسب كلامكم كان تلقونا دحين نلعب في دوري 2010. يا رجال انا من شفت هذا الغتر صاك على ذلك كنا دان فيل وانا قايش نجي، لكن بسال ليه انت تقول كمانه وهذاك يقول كمان؟ ليش ما تجمعونا تصير كمان لنا؟ جاب جاب جاب. عموما سؤال لكم جميعا، لو القرارات هذه لصالح كل نادي من نواديكم اللي تحبونها انتم تشجعونها، وش بيكون ردكم؟ أكيد لا علي الحرام إني واثق إن لا. عموما أعزائي المشاهدين، ما زال في جعبتنا الكثير والكثير هنا وهنا وهنا. انتظرونا بعد الإعلانات والإعلانات والإعلانات، شوفوها ورجعونا ثاني مرة ولا تأخروا علينا. كمان ألو، هلا مين؟ الديوان. أنا صراحة ما أدري وش أقول، لكن أشكركم أشكركم على الثقة الكبيرة اللي أعطيتني إياها أني أكمل تدريب المنتخب في البحرين. الله يسلمك، وأنا بإذن الله أني سوف أرفع مستوى المنتخب إن شاء الله. سحون قدور أي عزيمة البارح. انتو الديوان المطبخ ما جابها لولدكم؟ خلاص 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 بخليه يجيبها. يلا 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 مع السلامة. ما لقوا يسمون الا الديوان، شاتكم اسامي واجد روحوني، لكن بيدقون انا متاكد بيدقون قدام الخط ان شاء الله. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين تارة أخرى، وهذا المخرج الأستاذ محمد العوالي مخرجنا المبدع يبلغني في اتصال من مين؟ من صاحب ال يا شباب يا شباب يا شباب، اتصال من صاحب عبد الله لاعب نادي رجلان. تعالوا 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 لا تخافون، وراكم ريد الدجاج. تعالوا تعالوا أكيد إيه أكيد ريد وراكم خير إن شاء الله. خير خير إن شاء الله. إيش فيه أنا ما قلت شيء، أنا لم أقل شيئا ولا ما تحدث بأي شيء. أنت أكبر واحد يجحد، انت تقول وتسجل عليك وتطلع اليوم الثاني تنفي. سبحان الله العظيم. استاذ محمد لو سمحت يا سمحت خلينا نطلع برا، ها ناخذنا فقره ونرجع عشان محللينا ترى انفجعوا خافوا ارتعوا مساكين. اعزائي المشاهدين فاصل علي الحرام اننا راجعين، ها بس ترى خافوا. في عصر الاحتراف ليس بغريب ان تشاهد عدد من اللاعبين يرتدون أقمصة أحد النوادي، فهذا عرض وطلب. ولكن العجيب والغريب أن تشاهد جمهوراً مستاجر ب50 ريال ووجبة بروست. في خط البلدة حاولنا أن نقتنص هذه الفرصة ونلتقي بعدد كبير من الجمهور المستاجر. نشاهد مع بعض هذا التقرير. بنقال الموس لا 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 يا شباب ارجوكم، احنا جايبينكم بنسوي اثاره وبنسوي شيء في البرنامج اكشن، بس مو لهالدرجه. اللي لابس برتقالي يعني بياخذ برصد حراق يجي على اليمين، اللي لابس ابيض يعني برصد بارد يرجع اليسار. يا مشجعين البرصد ترى احنا معطين كل واحد منكم 500 عشان نطلع بالحلقه هذه بشكل قوي جدا. انا هندي هب حراق، كيف البس ابيض؟ عادي عادي، بدل واحد زملائك يا اخوي. انتم الحين بكم رايحين تشجعون هالنادي؟
مقابل 50 ريال وبرست، بس أي نادي يشجع؟ نادي الشباب يا الحبيب، أنت راكب معنا ولا تنتظر لوموزين؟ نادي الشباب، ويا ليت تذكر اسم خالد البلطان ها، بس بطريقة يعني كأنك ما أنت قاصد، أوكي؟ يلا نعيد أستاذ، نعيد الله يخليك. مقابل 50 بروست ووجبة ريال رايحين نشجع البلطان بدعوة من الشباب. إيش قاعد تلخبط أنت؟ 50 بروستد؟ 50 ريال ووجبة بروستد، وقول إنها بدعوة من البلطان، ترى غير كذا ما ينفع، ترى وراح أعطيكم ولا ريال، اللي بيغلط والله ما أعطي ريال واحد. شوف يا عمي، مقابل وجبة بروست و50 ريال من البلطان رايحين نشجع فريق الشباب. البلطان بنفسه هو اللي مكلمكم؟ إيه طبعًا البلطان نفسه، حتى اسمه أبو الوليد، ابن أبو الوليد. إيه صحيح، هو اسم ولد الوليد وينادون أبو الوليد، بس أنا عندي إحساس إنه خالد البلطان ما يكلم الأشكال أبدًا. لا هو ما يكلمنا، هو البلطان يكلم حقوي، والحقوي يكلمنا حنا، ويقول لو ما تصفقون ترى ما نعطيكم فلوس. يا أخوي لا تقول الحقوي، لا تقول الحقوي، لأنك إذا قلت الحقوي، الحقوي مختص بس في رابطة المشجعين. قول خالد البلطان هو اللي دق عليه وكلمني، وحتى جواله موجود عندك يا لزقة، قول إنه يدق عليه ويزعجني. يعني رايح يصدقون المشاهدين؟ أهم شيء الإثارة يا الحبيب، وعلى فكرة اللي ما راح يقول الكلام اللي يقوله أنا ما راح ياخذ البرست الحراق ولا نعطي الفلوس، فاهمين ولا لا؟ لا 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 خلاص أبغى أقول كل شيء، أي شيء تبونه بس أعطوني فلوس. صار تقريرنا هو اللي مستأجر، والله شكلكم بتجيبون العيد فينا. يا كثر ما قلت بشوي وبشوي راحت حي، وش يا؟ يا أستاذ مناحي أنا أعتقد إنه اللي قال الشعر هذا هو إنسان قاله في مسرح نادي النصر. ومطلحه يقول يا كثر ما قلت بسوي وبسوي وما في شيء من اللي قلت سويته. يا اخي عندي احساس اني بدعسك بعد البرنامج، ما ادري ليش من الله كذا. ها ها ايش يلا بسرعه بسرعه على الهواء على الهواء شباب، يلا يلا على الهواء على الهواء على الهواء. ورجال لكم اعزائي المشاهدين تارة اخرى، والحقيقه ايش رايك في التقرير اللي عرضناه قبل شوي؟ الحقيقه ليس مستغربا ابدا. اها أنا أذكر في نهائي كأس الكأس النهائي وكانت المباراة بين فريق الهلال، عفوا بين فريق النصر والهلال، إيه انتهت المباراة 3-1 للنصر. ها ها الإعلام الهلالي صار يبحث عن الحكم. ها بس بالإضافة إلى صاروا يبحثون عن استقاء الحكم في مرحلة الابتدائي والمتوسط والثانوي. ها بس هذا كله ليش؟ علشان يلقون أي شيء على الحكم وعن ميوله. آه فأنا أقول أن الآن صار الجمهور ميوله مدفوع. فنحن الآن في زمن الاحتراف، صحيح ولا لا؟ صح كلامه صح. بس يا رجال حتى مفسرين الأحلام يأخذون فلوس حلال على تفسيرهم. أنا شهد بالله، أنا شهد بالله حلال بالطاولة ذي. كمل كمل ليش؟ ليش؟ ليش الجمهور؟ ليش الجمهور؟ لم يأخذ فلوس؟ لم يأخذ فعلاً، فعلاً ليش الجمهور لم يأخذ فلوس؟ فعلاً كلام منطقي. أنا يا جماعة من رأيي كل نادي يفتح حساب للجمهور. يا والله على لا من قنص. لو سمحت أسكت ولا تقاطعني. أيوة. لو سمحت من حقك، من حقك. لو سمحت من حقك. لو سمحت من حقك لا تشغل الطاولة، من حقك خذ راحتك. لو سمحت. أي. ويودع الحساب هذا في البنوك بطريقة آلية. يا الله. ومن حقه المشجع انه يشوف كشف الحساب ويطلع عليه. يا صبر الارض، يا صبر الارض. لو سمحت. ما سمحت، سمحت خذ راحتك. والنادي اللي يدفع اكثر للمشجع يروح يشجعه بس. اي خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. يلا يا شباب يعطيكم العافيه. يلا خلص خلص فلوسك، خلصت يا استاذ فلوسك، خلصت على قد فلوسك. ان شاء الله ان شاء الله. يلا يلا تحجونا نروح، نروح دول الخليج ولا نروح اوروبا عشان نبت منك؟ تحجونا تحجونا. اعزائي المشاهدين، اعزائي المشاهدين، الحقيقه عندما يحشر المال قامته في الجمهور فهذه مصيبه، ولكن عندما يحشر السحر ها فالرياضة في المصيبة أعظم. الحقيقة في جعبتنا هذه وهذه وهذه كمننا مشاكل كثيرة ومواضيع هائلة. نشاهد التقدير ها وننتقل إلى خيمة أرخص من هذه الخيمة. طفي النور يا برم. يا رجال يا رجال الله يرحم والديك. على الهواء كده يا أبويا. يلا 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 اطلع برا يا أخي، بلا رياضة اطلع برا. نعم نعم يا أخي يلا برا. إيش القرار؟ معير يصحو على النصر وينام على النصر منذ 25 سنة، وعشقه هو نادي النصر. جميع من في النصر يعرف هذا الرجل.
في الخامس عصرا يذهب إلى النادي ولا يعود منه حتى يغادر الجميع. لا تعرف ماذا يفعل معيض في النصر لأنه يفعل كل شيء. لك الله يا معيض. أنا رحت لخالاتي في جيزان أزورهم لأن ما عندهم أحد، ولما رجعت اتهموني اتهموني أني دخلهم كراتين لهم نادي ما هو تشاء. يعرف من الأسرار الكثير لكنه صامت لأنه لا يقدر أن يدافع عن نفسه لو فلت لسانه. لك الله يا معيض. أنا الجماهير يحبوني واللاعبين يحبوني بعد، ولما عرفت أنهم اتهموني صار لي يومين ما رقدت. قتلتني دمعته الحزينة. معيض رجل بسيط وغير متعلم ويحب ناديه. لك الله يا معيض وهنيا لك بالنصر العالمي. يقولون انك قاعد ترش، ليه ما سيدي انا في مركز؟ انا احبهم نادي وانظفهم نادي وانظفهم زرع نادي وانظف سياراتهم نادي، كله هذا في حبهم نصر. انا ما سحرتهم نصر، هم نصر هو اللي سحرني، سحرني ببطولاته بجولاته بكاساته ب ب ب ب بشبابه بنجومه بجمهوره. يا سيدي ابوي هذا عالمي. ومرجعنا لكم اعزائي المشاهدين في ستايل جديد في خيمه جديده، والحقيقه أنا أقف احترام وتقدير لكل رجالات النصر اللي الحقيقة أثبتوا في بياناتهم وفي تصريحاتهم الصحفية أنهم رجال قد الكلمة وواعين ومثقفين. فقصة وهمية أن أحد مشجعين النصر قابل له واحد في مطار بكين وقال أن النصر مسحور، يعني ودكم نصدقها؟ هذا الكلام لا يعقل، هذا الإعلام الملون. يلا يلا صديق الوقت خلاص، يلا الخيمة سكر، يلا يلا إن شاء الله إن شاء الله ارجع وراك. يلا 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 سكر أبويا على الهواء. دقيقة دقيقة على الهواء على الهواء على الهواء. ناسف أعزائي المشاهدين لهذا الخلل الفني البسيط من أحد الشبيحة المندسين، ولكن تم السيطرة على هذا الموضوع، والحقيقة أنا آسف من الأخوة المحلين الرياضيين ووجيههم النيرة. عموماً أعزائي المشاهدين، في ظل عدم لعب المنتخب تتجه بعض الأقلام الرياضية للتقليل من أداء المنتخب، للتشويه المنتخب، للتشويه الأندية الرياضية، تشويه اللاعبين. ليش؟ ليش؟ هذا ليس نقد هادم بل نقد هادم. الحقيقة شاهدنا تقرير يسي عن أستاذ الملك فهد الرياضي في أحد القنوات الفضائية، تعالوا نشوفه مع بعض. للأسف هالصرح وهالكيان العظيم اللي كلف أكثر من 360 مليون دولار، للأسف في أشياء مخجلة، أشياء حقيقة يعني ما ودي أفاجئكم فيها، لكن هذا برنامجنا فيه المصداقية، لازم ننقل الواقع لحقيقته. تعال معي، تعال شوف، تعال ايش حصلت فلس، يعني زي شيء يقهر. شوف شوف بالله، شوف شعرة حمام، شعرة حمام فيها الاستاذ الكبير، هالملايين شعرة شعرة، يعني معقول ما حد يشيلها؟ معقول يا جماعة؟ بعدين الساعة، شوف الساعة كم عندي، شوف الساعة كم، مأخرة ثانيتين، استاذ الملك فهد تأخر في الساعة ثانيتين، يا الله شيء مؤلم فعلا. تخيلوا جماعة هذا الصرح، شوفوا العج، شايفين العج وراء عج، ما تشوف طرف يدك. طيب يا أخي جيب لكم 4 مليون 5 مليون شرشف، خيطوها في بعض، غطوه البطانيات، غطوه، جت مباراة طائرة هليكوبتر تشيل البطانيات والشراشف ويبقى الملعب نظيف. حصات 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 موجودة، حصات. عموما اخواني المحللين، لو جاء احد منعنا ولا طردنا رقوا الشجرة، إذا راح نزلنا وكملنا تحليلنا، لأن الجمهور متعطش ها في التلفاز لنا كمحللين. ما أدري وش رأيكم في المشهد اللي عرضناه قبل شوي. أنا من وجهة نظري الثاقبة إيه؟ أنه من عام 2009 يا صبر الأرض لم يتم إنشاء أي منشأة رياضية في المملكة العربية السعودية. أنا أتكلم عن المملكة العربية السعودية. أي حتى المنشآت القديمة والملاعب في الرياض لا توجد صيانة، بوفيه واحد بيشرب حليب شاي لا يوجد. يا صبر الأرض تارتين. أنا عن نفسي كنت أتمنى يجيبوا صور عن كل الملاعب والمرافق في السعودية. كلام فاضي، ما في أي تقدم، للأسف كل الورا كل الورا. يجعلني ما اشوفك ان شاء الله عقب الحلقه ان شاء الله تعالى. انت عارف اصلا فلوس الصيانه فين رايح؟ اها كلها للمنصات الرئيسيه. اي صدقت في هذه. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه يا ابوي اندل. الله يبنيها وياك، الله يبنيها وياك، الله يبنيها وياك، الله يبنيها وياك، الله يجزاك خير، الله يبنيها وياك.
أعزائي المشاهدين، ما زال في جعبتنا الكثير والكثير، لكن حنا نعطيكم الكثير وأنتم تعطونا القليل. مثل الرياضة السعودية تعطونها مليارات وتأخذون منها بطولة بطولتين. عموما الحقيقة اللي يزعلني وضايق صدري ها، إن كل القنوات الفضائية بل المحلية بل الخليجية بل العالمية تسير الرياضة السعودية، واللي يذبحني ويضيق صدري أكثر كل المحللين فيها والمقدمين من أبناء هذا البلد السعوديين، وهذه الرياضة الملونة يهتمون بالنادي قبل المنتخب. عموما الاتحاد السعودي هذا مثل سترة العنز، ندري المواطنين والفقراء والمساكين عن قراراتها قبل لا يصدرها. مسيت بالخير يا مستر عيد.